السلام عليكم اخوان، كي دايرين؟ بخير لاباس عليك؟ شي مزيان؟ اليوم رجعنا عند خويا عديد. كي داير اخويا مرحبا عديد؟ اخويا كريم، هاني مرحبا مزيان. متابعين ياك ونهار مدخن. الله يحفظك ليا هاد الغبره هادي، ما راك عارف. المهم الاخوان، راه كنتسنى في مور الكومنتير راح يطلع لكم هنا ان شاء الله اللي يربح معنا بالجائزه ديال الوليد ديال راجل تريساج. راه مازال كنتسنى، راه بعد ما سطي انا ميساج لا والو. المهم غنزيدو سيمانه، غنزيد سيمانه لما ما طلعش راه نعاود نلقى عاوتاني من الاول. من الاحسن عطي سيمانه اخرى، ما تواصلش معاك. حيت اخويا الاخر عاد درت انا الاربع، زيدوا لي حتى انا الخميس. سبتني ميساج. ما تواصل معايا. المهم جاوبك هذيك، ما جاوبك عليك راه درتيه. عاود دير قرعه اخرى وحاول يستافد ثم تتبع ان شاء الله. والله يستر لك الامور اخويا. المهم الاخوه، اليوم الفيديو اللي جينا عند علي قبلوا ان شاء الله اللي عندنا اليوم تجهيز زويج طيور المقنين في القفص. مرحبا بك الاستاذ اخ عادل. يا استاذ موارد وحين التلاميذ. مرحبا اخويا، المهم تسول ولا اي سؤال راح نحاول نجاوبو الاخوان كامل. وحنا كيما كنقولو حنا ديما كنبقاو كنتعلمو والكمال لله. المهم حنا غنبارطاجيو معاكم الحوايج اللي كنخدمو بهم حنا، راه كل الطرق تؤدي لروما، كل واحد والطريقة ديال الخدمة ديالو، وكل واحد والطريقة اللي عطاتو نتيجة راه كيحاول يبقى يخدم بها. بزاف ديال الناس كيبغيو يخدمو في سيباراسيون ديال فيه قسام وداكشي الصغير ديال الكنار، بغي يعرفو المعلومة. مرحبا خويا كريم. بالنسبة للإنتاج في القفص راه جد بسيط، غير هو الإنسان ضروري. شوف المقنين أول حاجة أش كتبغي؟ كتبغي الصبر، الإنسان خصو يكون صبر. وكتبغي الاعتناء بها، تعتني بها، والانسان ما يزربش. ودابا راه الخدمه ماشي الا ما خدمش الانسان شهر واحد او شهر جوج ولا شهر ثلاثه يقول هاد الكوب راه ما خدمش، راه الانتاج كيبقى على طول السنه، كيبقى حتى شهر سته ولا سبعه. عندك واحد المده ديال سبع شهور الانسان يصبر على الكوب وما يزربش، ويبان لك الذكر يلاه جاي والنتوه يلاه جاي. يحاول الانسان ما يزربش، يخلي تيبان لك الذكر قمه الجهوزيه والانثى دورت، وديك الساعه يتوكل على الله. غير هي نسبة النجاح في القفص كتكون ضئيلة على نسبة النجاح في الفوليير في السلاكة، لأن علاش خويا كريم؟ بالنسبة للقفص راه كتعتمد على كوبلة ذكر وأنثى، كتبقيك تكون حريفي. الإنسان ملي غتعزل واحد الذكر واحد الأنثى غديرهم في القفص، خاص تكون عندك الشوفة. الشوفة هي كتبان لك الذكر أنه متوافق مع الأنثى، مكيتشاجرو ما والو، وكتبدا تخدم معاهم. أما السلاكة العكس، لكن الانسان راه كان مثلا عند واحد 5 متر وكاري راه يطق فيها واحد 5 متراوي مع ثلاثه الذكوره، هما ديك الساعه هما كيعزلوا بعضياتهم، ما كتفرضش عليهم انت. ما في القفص انت كتفرض على الذكر وهي كتفرض على انت، ولكن كما قلنا خصك ضروري تشوف هاد المواصفات. الذكر كيبان لك كيتجاوب مع الانثى، ما كاينلاش اجابه والو، وكتبدا الخدمه ديال المربي. هذيك الساعه وكيبدا الاجتهاد ديال المربي. شكون الاحسن في الخدمه، الزرار ولا القرعه؟ ودابا هاد المعلومات تبارك الله عليك، معلومة جبدتي زوينة، لأن كاين بعض الإخوان كيغلطو. بعض الإخوان كيقولو قرع ود العام ما يخدمش، خصو تيدير عامين أو جوج دور. الجدر راه تا هو يخدم، والقرع تا هو يخدم إلا خدمتي معاه. شي القرع لي شديتي وخدمتي معاه ودوز عندك مرحلة غياري بصحة جيدة ومباكسيني عالفاش ومهلاي فيه، سيرت من بين أهم الأشياء اللي كتخلي نسبة النجاح ديال الطائر حسون. راه هو اول شيء خصك توفر واحد الوكر، لان حنا كنقولوا نسبه النجاح ديال الكوب ديال الطائر حسون راه كنعتمدوا على الاناث اكثر من الذكوره. انا كنفضل شي نجيب مثلا واحد 4 نتاوي ونخدمهم حتى يوصل شهر 11 ولا شهر 12 ونجيب ذكوره نشريهم قدام على شي وحدين ونخدمهم، لان الانثى هي الحلقه في الانتاج، خاصها توكر عندك، تكون مدريسيا. الدريساج راه ماشي هو تلقى الطير عندك ولا، راه كيما شتي هاد النتوه راه نقرب ليها، ما كتخلع ما والو، كتبقى لك مولفه الانسان معتادي عليه، ما كتخلع ما والو، محايد لها ستريس، كتبقى خدام معاه بحالك تدريجيا، وكتجيب ذكر وديك الساعه كتبدا تخدم بها. غير هاد القضيه ديال الذكر ود العام راه ما يخدمش، راه الاخوان راه الذكر راه يخدم، راه فطره عاطيه عليهم الله سبحانه وتعالى، راه كيوصل العمر ديالهم كيبلغوا. يمكن ليه انت زي كيما قلنا حنا، خصك انت توفر ليه الحوايج باش غتحفزو وتكون ديجا طير مرتاح نفسانيا عندك وديجا خدمتيه. الانسان ماشي غيبقى الزوان والماء وغتقول لي انا غنخدم بكوبلا، خص تنويع الحبوب، تنويع الورقيات، تنويع الاعشاب والنباتات اللي كتنوض دابا، الحريقه، الهنديبه،
الله المكسرات الخروب. المهم حنا باش ما نحرقوش المراحل ثم غنمشيو تدريجيا. تما تحفيزات تخدم من بعد الزواجة باش تخدم في القفز، مش مش تضروش الدار ما تضروش على خويا الكبدة والمصارع. احسن حاجة هي الطبيعي يا خويا، كان طبيعي ما عندك منش تخاف منه، شي حاجة اللي هي طبيعية. اخو دار كاين فلفلة حارة، فلفلة حلوة، الخص، خيزو، الماء ديال الدار، القرعة، كاينة القرعة الرطيلية الطويلة. انا كنعطيهم عاوتاني واحد هذاك الكورجا، هذاك ليشو، حنا كنقولو ليشو الاخوان كسكسو، خيار تا هو ضروري، ليشو كيعرفو الاخوان اللي كنديرو في كسكسو، هذاك راه مزيان بزاف لجور تومة المعدة. هذاك كنشد واحد واش غير الكنار جميع الطيور. انا انسان هو راه مزيان حتى الانسان، دخلوا قلبوا على القضيه واستشروا معاه. وكنفضل كنوضفوا عاوتاني كنخدموا المناقع، راه كاين شي مناقع راه اللهم بارك وزيد في ديك، لا للوقايه لا للتجهيز لا للتطهير، راه كاين بزاف مناقع. راه الانسان راه كاين منقوع ديال الخروب، كاين هادي التطهير، كاين منقوع كيديروا فيه خل التفاح، راه كنا بارطاجينا معكم ديجا. المهم ضروري من المناقع ومضادات حيوان، نبك مزيان، كاين نبك، كاين شو اي حاجه كيقتاش على طائر حسون في الطبيعه. شتي حنا ملي كنقولوا قرنفل حتى هو مزيان، راه كاين بزاف، راه شو راه غنقولوا حاجه وغنساو بزاف، لان الطبيعي حنا راه وقعنا ما كنوفروا واحد 4% من داكشي كيقتات على الطائر في الطبيعه. حنا كنحاولوا نوفروا هادشي، رملة، كالسيوم، الكريت، دود القبابي، وهادشي كنعوضو حنا والحمد لله. دابا شوف دابا اي حبوب بغيتيها راه متوفره دابا في المحلات ديال لوازم الطيور، وتمن الحريق الا بغيتيها في الصيف راه كتلقاها، ولاو كي تبارك الله الناس ديال برا راه ماشي ديالنا، الناس ديال برا راه خدمو تبارك الله. وسطو دابا واحد النيبو ولا اي حاجه بغيتيها موجوده، اش دابا تبارك الله اخوان ولاو كينتجو بزاف، ماشي غير المقلين راه حتى البيروك يا خويا كاين. واحد الوقت راه بنادم راه كتقولي الانتاج ديال الببغاوات في القفص راه كتجي صعيب، ما كتبان ليش شي حاجه صعيبه. ما كانش بزاف بحال دابا، كان قليل، كانوا اغلبيه كينتجو في السلاكات، دايرين واحد البيت وقاطعين فيه الكوبلات وخدامين. اما دابا الحمد لله راه ولا شي ديال المحفزات ولا شي ديال لي برودوي ولي فيتامين. الانسان كتمشي اي حاجه بغيتيها كتعطيها الطير في الظرف واحد الشهر كيبان لك طير اخر، غير هو داك الشيء عنده عواقب. الانسان من الاحسن حنا باش كنقولوا الطبيعي مزيان باش كتفادى النقطه السوداء، كوبلة كتبقى بصحه جيده والفراخ كيطلعوا بصحه جيده وكتبقى محافظه على الكوبلة. باش العام الجاي كتبقى ديما موسم الانتاج ديالهم كيبقاو عندك عمرهم ما يمرضوا لك وكتفادى.